بالنسبة للموضوع ديال الطلبة، أعتقد بأنه الندوة الصحفية التي يعني عقدها السيد وزير التعليم العالي والسيد وزير الصحة أجابت عن مختلف العناصر التي ترتبط بهذا الموضوع، الإضراب أو لا الحوار الاجتماعي، سواء كان في طابعه العمومي ولا في الطابع ديالو القطاعي. هذه الحكومة أبانت على أنها من أكثر الحكومات انخراطا في هذا يعني في هذه الحوارات، سواء كانت منها يعني وطنية، وشفنا يعني الاتفاق الشهير اللي وقعت عليه الحكومة مع النقابات، شفنا أيضا ما تم التوصل عليه أو تم التوصل إليه في مجموعة من القطاعات. فالحكومة سوف تواصل العمل وفق هذا المسار، وهذا النفس هذا هو النفس ديال التعاطي الإيجابي وديال النقاش وديال محاولة معالجة إشكالات حنا كنعرفوا جميعا بأنها يعني طولت.